بكم ومرحبا، تحياتي إليكم مشاهدي الكرام. هذه حلقة جديدة من برنامج من القاهرة، نطل فيها على أهم الموضوعات على المستويات المختلفة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو على المستوى الدولي. كل التحية. في حلقة الليلة، تزامنا مع الاحتفال بمرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم الذي يقوم بزيارة لمصر تستمر أياما عدة. ومن أجل بحث وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان والتطورات الراهنة في المنطقة، السعودية تستضيف غدا القمة العربية الإسلامية غير العادية. والاحتلال يوسع من عدوانه على شمال غزة، ووسائل أعلام إسرائيلية تتحدث عن قرب وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. من يعلم؟ إذن مشاهدي الكرام، إلى تفاصيل حلقة الليلة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم محادثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر. وخلال مؤتمر صحفي، أكد الرئيس السيسي أنه توافق مع رئيس وزراء ماليزيا على بذل الجهد لوقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن إدخال المساعدات إلى القطاع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم هي ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، كما تعد تتويجا للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين. وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين، اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية فيما بينهما وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين، وكذلك تعضيدا لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف. أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وتسهيل زيارته الناجحة، كما أعرب عن تطلعه وتطلع بلاده لقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة إلى ماليزيا في الوقت المناسب مستقبلا. وبهذه المناسبة تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية. زيارة دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى مصر اليوم تمثل علامة مهمة في العلاقات المصرية الماليزية، إذ تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 65 للعلاقات بين مصر وماليزيا، وتأتي لتضع الأساس للتآزر في معالجة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية من أجل المنفعة المتبادلة، وتفتح الباب لفرص جديدة لتعزيز وتنويع التعاون فيما بين البلدين. نشهد بشأنها الآن التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشؤون الإسلامية، يوقع عن الجانب المصري الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ويوقع عن الجانب الماليزي داتو سيري أوتاما محمد بن حسن وزير الخارجية. كما عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، اسمح لنا نرحب بك أهلا وسهلا، ضيف عزيز وعزيز علينا والوفد المرافق ليك في زيارتكم لمصر. واسمح لي أن احنا يعني نهني أنفسنا بأن مرور 65 عام
على العلاقات بين البلدين، بين مصر وبين ماليزيا. اسمح لي ايضا فخامه رئيس الوزراء ان انا يعني اهني فخامتكم على تولي ماليزيا التجمع الاسيان، وايضا بعضو في تجمع البريكس، واتمنى لكم كل التوفيق. الحقيقه خلال مباحثات سواء كانت الثنائيه او على مستوى الموسع كان التفاهم كبير قوي على اهميه تطوير العلاقات لتصل الى الشراكه الاستراتيجيه الشامله بين البلدين والتعاون في كافه المجالات بما يعود بالنفع على مصر وماليزيا في المجالات المختلفه اللي كل من البلدين لديها فيها فرصه للتعاون، في الاستثمارات، في مجال صناعه السيارات، في تكنولوجيا المعلومات، في الذكاء الاصطناعي، يعني في التبادل الثقافي وخاصة ما يقوم به الأزهر الشريف تجاه تعليم أبنائنا من دولة ماليزيا. اسمح لي أيضا أن احنا اتفقنا على أن المرحلة القادمة تشهد مزيد من التعاون ووضع أهداف محددة بين الوفدين المصري والماليزي، والأهداف دي نعمل على تحقيقها، ولو في أي معوقات تبقى نسعى إلى التغلب عليها على المستوى الأكبر شوية. ده باختصار شديد يعني خطوة حقيقية مؤكدة في التعاون بين البلدين تعكس إرادة دولة الرئيس وإرادتي في إن احنا محتاجين إن احنا دايما مع أشقائنا وأصدقائنا في ماليزيا للتعاون في المجالات المختلفة. أيضا حديثنا أيضا على مستوى الموضوعات والمشاكل الإقليمية والدولية كان في توافق كبير قوي على إن مهم قوي إن خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي نبذل كل الجهود من أجل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، وأيضا إدخال المساعدات، وده جهد احنا كنا حريصين عليه في مصر على مدار العام، عام كامل الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت، ومصرين على ان احنا نستمر فيه حتى نخفف ما امكن من حجم القتل وحجم الجوع اللي موجود في قطاع غزة، وايضا تحسبا من ان الامر ده يؤدي الى انزلاق المنطقة الى مخاطر اوسع من كده، اخطر من غزة ولبنان، وده أمر أيضا توافقنا عليه، وإن لا حل لإنهاء مثل هذه الأزمات وهذه المشاكل في منطقتنا إلا بحل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. هي دي أصل المشكلة، ودي اللي على امتداد أكتر من 40-50 سنة إحنا ما نجحناش والمنطقة ما نجحتش، سواء كان لغياب الإرادة السياسية لإيجاد هذا الحل اللي هو بيعتبر لو وصلنا ليه، واللي بنتمنى إن خلال بعد الأزمة الكبيرة اللي احنا مرينا بيها خلال السنة ديت إن يكون ده مقدمة للوصول إلى هذا الحل يعني. أيضا توافقنا على أهمية إيجاد حلول للقضايا والصراعات اللي موجودة في المنطقة، في السودان، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في لبنان، وصولا الى استعاده الاستقرار في المنطقه، لان هي ليها تاثير كبير قوي مش بس على الامن الاقليمي ولكن ايضا على الامن في العالم كله. ده باختصار شديد حجم التفاهم الكبير اللي بين مصر وبين ماليزيا تجاه سواء كان التعاون بين البلدين وتطويره أو سواء تجاه القضايا اللي احنا متحسبين يكون لها تأثير سلبي باستمرارها في المنطقة. أنا مرة تانية برحب بيك دولة الرئيس، وسعيد بوجودك في مصر، وسعيد أيضا بالتعاون مع بلادكم ومعكم شخصيا، وبرحب بيك باسمي وباسم كل المصريين. تفضل.
شكرا جزيلا حضرة الرئيس عبد الفتاح السيسي and friends الأصدقاء بالطبع نيابة عن وفدي وفدي الأكبر نود أن نعبر عن امتناننا وبكرم الضيافة المقدمة إلينا وقد ألزمنا أنفسنا بتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي وقد بدأنا ونود أن نشكر سيادتك لهذا الدعم المقدم لنا ودعم سيادتكم المقدم لنا فيما يخص استيراد زيوت النخيل وكذلك المنتجات الأخرى وأنني أتفق مع فخامتكم تماما بأن التعاون بيننا لابد وأن يعزز. مصر بالطبع دولة لديها تاريخ كبير وتقاليد كبيرة، دولة كبيرة في أفريقيا ولديها مساهمات عظيمة في الماضي، وبالطبع أننا سندعم مساعيكم لتعزيز الاقتصاد وكل ما يمكن أن نقدمه، فأننا نقترح مجالات كثيرة ومجالات تقليدية مثل التعليم في الأزهر وكذلك مع الجامعات الأخرى مثل جامعة القاهرة، وأنني أقدر جهود شيخ الأزهر في تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية في كوالالمبور وزيادة أعداد الطلاب في العلوم الإسلامية والتعليم وكذلك العلوم الطبية وفي التكنولوجيا الهندسية، كما أننا نشارك ونتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة بما فيها الطاقة والتحول نحو الطاقة وكذلك التحول الرقمي والشبه المواصلات، لأننا ماليزيا من أحد البلدان الناشئة في هذا المجال ولديها مركز للشبه المواصلات في مصر. مصر بالطبع لديها دور في توفير المنح الدراسية وهي لديها أفضل العلماء والباحثين في مجال العالم، وأننا لابد وأن نستغل هذا استغلالا تاما لمنفعة بلدينا. والآن يجدر بي أن أشكر سيادتكم وذكرني وزير الخارجية أن أشكر مصر لدعم طلبنا لأن نكون عضوا بالبريكس، ومصر مرة أخرى لديها تراث وتقييد كبير من أنها يكون لديها صوت كبير وعميق لدعم الجزء الجنوبي من العالم في البريكس. وشكرا جزيلا سيدي الرئيس على هذا الدعم، وقد تعلمنا الكثير واستفدنا الكثير من سيادتكم في أيام حركة عدم الانحياز، ومصر من أحد البلدان التي لديها الرائدة التي لديها قدرة على الصمود والاستقلال، وكذلك نشكركم على مساعدتكم في دورنا في الأسيان، وهو دور نقوم بدور محوري ونحن نتعاون مع الأصدقاء مع الحفاظ على استقلاله ونتعاون مع كل البلدان فيما يخص الاستثمار. وبالنسبة لرئاسة الأسيان في العام القادم سنبذل قصارى جهدنا، وكذلك نطلب من زملائنا أن يشاركوا مع مصر لأنها جهة فاعلة أساسية في المنطقة، وأن نكفل أن الأسيان تستفيد من علاقتها بمصر
لأنكم من أحد مؤسسي الاتحاد الأفريقي وصوت هام في هذه المنطقة. والآن كذلك أود أن أشكركم سيادة الرئيس شخصيا وللدعم المصري في المساعي لتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا لم يكن أمرا سهلا نتيجة للحظر من جانب إسرائيل، ولكن سيادتكم تدخلت بشكل شخصي في عدة مناسبات لكي تكفل التدفق السلس للمساعدات، بما في ذلك السماح للطائرات العسكرية لتوصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. كذلك تضحية سيادتكم وتضحية الشعب المصري دعما للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في غزة الآن. ولكن يقدر بي أن أقدم نيابة عن الشعب الماليزي هذا الشكر، والشكر الجزيل لدعم سيادتكم كي تكفل إتمام هذه الأعمال، وكذلك دوركم في إيجاد حل لهذا الموقف الصعب والمعقد، وكذلك مع قطر والولايات المتحدة والجامعة العربية وكل المقرات التي لكي تكفل وجود سلام دائم. وأننا ندعم كل القرارات التي توصلتم إليها في هذا الصدد، وكذلك نتيجة لرفض إسرائيل لكي تسمحوا بمرور المساعدات الإنسانية وارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، فقد اتخذنا موقفا قويا. وأنني كذلك أشجع وأؤيد الفكرة حينما يكون هناك دولة ترفض الامتثال للقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فالخيار الوحيد هو طردها من الأمم المتحدة. وهذا هو الموقف الذي يجب أن ننظر فيه، ولكنني على دراية بمدى تعقيد الموقف. ولكن سيادة الرئيس، كما قلت سيادتك، إن الأولوية لوقف إطلاق النار ولإحلال السلام، لأنه لا يمكن أن يتواصل قتل الأطفال والنساء. لذلك فإنني أشارك هذه المشاعر مع سيادتكم، ولكن بالطبع أننا نتطلع إلى الأصدقاء وجيراننا العرب، كلكم سيادتك وكل الدول العربية، أن تناقش هذا الأمر أكثر غدا في الرياض. هنا سيدي الرئيس، نحن أصدقاء نطلع إلى زيارتك إلى ماليزيا في القريب، وبالطبع نرحب بك كأخ وصديق موثوق به. ولكنني أود أن أؤكد مرة أخرى على نقطة مهمة. هناك طرق واسعة يمكن فيها أن نتعاون ونساند بعضنا البعض، ونعمل على تعزيز رابط الصداقة والدين والثقافة وكل مجال ممكن. شكرا سيدي الرئيس. نظمت وزارة الداخلية زيارات لجميع طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة بكافة المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية للتعرف على أبرز معالمها. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على بناء القدرات الثقافية والتعليمية والوطنية لطلاب الأكاديمية وإطلاعهم على الإنجازات والمشروعات التي تشهدها البلاد. تهدف وزارة الداخلية إلى بناء قدرات طلاب أكاديمية الشرطة ثقافيا وتعليميا وغرس القيم الوطنية لديهم
تمهيدا لتحمل أمانة أمن الوطن مستقبلا عقب التخرج. من هنا نظمت الوزارة زيارة لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد القلب النابض للجمهورية الجديدة، وبنيت في زمن قياسي بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين. بدأ الطلبة جولتهم بزيارة مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، وشاهدوا قاعة اجتماعات مجلس الوزراء، كما تعرفوا على آليات عمل الحكومة والتي تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي كأحد أهم مميزات العاصمة الإدارية، والتي تعد إحدى المدن الذكية. كما حرصت قيادات مجلس الوزراء على عقد لقاء مع الطلبة لتعريفهم بجهود الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية. أهم التدخلات المستهدفة إن إحنا نشتغل على مشروعات البنية الأساسية، ونشتغل على السكن، ونشتغل على الخدمات الاجتماعية، ونوفر فرص عمل. وزارة الداخلية دخلت معانا وابتدت تطور كل الوحدات اللي موجودة في كل المراكز والوحدات المحلية. زيارة طلبة كلية الشرطة لمجلس الوزراء والعاصمة الإدارية الجديدة يتعرفوا على التحول الكبير اللي حاصل في المنظومات الرقمية وفي التحول الرقمي اللي حاصل في العاصمة الإدارية الجديدة، وكمان نركز أكتر على تأمين البيانات وتأمين قواعد البيانات اللي هو الأمن السيبراني اللي موجود هنا، لأن التصميم اللي معمولة به العاصمة الإدارية الجديدة والشبكات اللي موجودة فيها بتضمن أكبر قدر ممكن من التأمين مقارنة بالأنظمة وبالأساليب القديمة اللي كانت موجودة. يمكن موجود النهاردة في الحي الحكومي، هذا الحي المميز بيعتبر من أحد العلامات البارزة في العاصمة الإدارية، ويمكن ما يتميز به هو ما حققه من سرعة في إنجاز الملفات والتكليفات وآلية العمل وإيجاد البيئة المتطورة لكافة وزارات الدولة. مجلس النواب بقبته التي تتراءى للناظرين من بعيد كأحد العلامات البارزة والأيقونة المعمارية الفريدة في العاصمة الإدارية، كانت ضمن برنامج زيارة طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة، حيث تعرفوا على مراحل إنشائه وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي. وعلى مقربة من مجلس النواب يقع المقر الجديد لمجلس الشيوخ الذي قصده طلاب أكاديمية الشرطة للتعرف على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة التي تعرض عليه. طلبة حضروا من النهاردة في هذا المبنى الجديد في العاصمة الإدارية يشعروا بالتطور الحديث للدولة المصرية، التحول الرقمي، لأن هنا القاعة مجهزة برضو بتكنولوجيا عالية جداً. طبعا يعرفوا برضو تاريخ البرلمان المصري. وشملت الجولة مسجد الفتاح العليم، والذي بني على طراز معماري إسلامي متميز بمدخل العاصمة الإدارية، ويعد أولى بنايات العاصمة. مصر ماضية في إنجازاتها، ومصر ماضية في طريق البناء والتعمير من خلال هذه العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة اللي موجودة على أطراف الجمهورية وفي كل محافظات الجمهورية. وتوجه الطلبة إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تم وضع حجر أساسها مع مسجد الفتاح العليم، تجسيدا لفكرة التعايش والتسامح والنسيج الوطني الواحد. احنا فرحانين بصورة شخصية الكنيسة القبطية ان في زيارة زي كده، موجودين لطلبة الشرطة، العدد 4000 واحد من طلبة الشرطة، يجوا يشوفوا انجازات زي كده عملها البلد، وكمان يشوفوا مدى التسامح والمحبة اللي موجودة في البلد. افتخر ببلدنا وبالانجازات اللي موجودة في بلدنا والحاجات الجميلة في بلدنا، العالم كله بيجي يتفرج عليها كمان.
الجولة تضمنت أهم المعالم الإسلامية في العاصمة الإدارية، وهو مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذي يضم مسجد مصر، والذي يعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين. قام الطلبة بجولة داخل دار القرآن الكريم الذي نقش فيه القرآن كاملا على الجدران في 30 إيوانا، وهو عدد أجزاء القرآن وتعبر دقة النقش عن حرفية الفنان المصري. زيارة اليوم هي زيارة رائعة وماتعة لطلبة أكاديمية الشرطة، وهم يشاهدون هذا المنجز الحضاري الرصين وحرص القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الوحي وتقديم وتوجيه الطاقات والقدرات نحو بناء الوطن ونحو النظر إلى هذه الإمكانات الضخمة. الجولة التي استمرت على مدار أسبوع بالعاصمة الإدارية الجديدة شملت مدينة الفنون والثقافة التي تؤكد أصالة الحضارة المصرية وتعكس الفن المعماري في مراحل تطوره المختلفة، وأنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر، حيث تتسم بمكوناتها الفريدة والتي تشمل قاعة الأوبرا، متحف عواصم مصر، ومكتبة العاصمة الإدارية. مدينة الفنون والثقافة أحد الرموز الحضارية للعاصمة الإدارية الجديدة، بنحاول ننشر من خلالها وعي وثقافة وإدراك عن ماضي وحاضر ومستقبل مصرنا الحبيب. مدينة الفنون والثقافة هي عنوان كبير لوجه مصر الحضاري، وأحد اهتمامات الدولة المصرية في هذا التوقيت هو تقديم وجه مصر بما يتناسب مع حجم مصر وثقافتها الكبيرة في محيطها الإقليمي. نشرفنا باستقبال أكثر من 4000 طالب من طلبة كلية الشرطة خلال الأيام الماضية، وده دليل كبير على أن هناك اهتمام كبير بأن يحصل وعي ثقافي متكامل لهؤلاء الطلبة. تضمنت الزيارة مدينة المعرفة التي أنشئت لزيادة النمو الرقمي والتفوق التكنولوجي ورفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق في نظم التكنولوجيا الحديثة. حقيقة احنا تشرفنا جدا بزيارة ما يقوم من 4000 طالب من كلية الشرطة. واحد حس انه مبسوط جدا بالشغف اللي كان باين جدا في انهم يعرفوا تفاصيل كتيرة ليها دعوة بالتكنولوجيا وبالعالم التكنولوجي. ومع تواصل الأعمال في البرج الأيقوني، أتيحت الفرصة لطلاب وطالبات أكاديمية الشرطة لزيارته، حيث يقع بحي المال والأعمال ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا، مجسدا إرادة المصريين في البناء والتنمية. 警察学院的学生到访标志塔项目。 طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة قاموا بجولة بالنهر الأخضر، وهو سلسلة من المسطحات الخضراء التي تتخللها بحيرات صناعية وصممت على مساحات كبيرة كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية. على هامش الزيارة تم تنظيم ندوة لطلاب أكاديمية الشرطة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها، وكانت فرصة للنقاش والاستفسار. سعيد جدا بهذه الزيارة، سعيد جدا ان احنا نوضح لكل اخواتنا واولادنا من طلبة كلية الشرطة كل اللي بيحصل في العاصمة، اي استفسارات ليهم، لان هم طبعا دول هم اللي هيبقوا مسؤولين في المستقبل عن المدينة، وهم اللي مسؤولين عن تأمينها وعن المحافظة على كل ما تم انشاؤه، وفي نفس الوقت هم هيوصلوا رسالة لاهاليهم ولاخواتهم ان هم يعني اللي شافوه النهاردة والانجازات اللي اتحققت في الدولة المصرية في خلال العشر سنين اللي فاتت. اختتمت الزيارة بساحة الشعب أبرز معالم العاصمة الإدارية، والذي يضم النصب التذكاري
المنقوش على جدرانه أسماء الشهداء تخليدا لذكراهم. كما تحتضن ساحة الشعب أطول ساري علم في العالم. حرص طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة على تأدية التحية العسكرية للعلم المصري والذي يرفرف عاليا خفاقا في سماء العاصمة الإدارية. زيارة مهمة لطلبة أكاديمية الشرطة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعريفهم بالإنجازات الوطنية وفي القلب منها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في خطوات مهمة لبناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تعميق الولاء والانتماء لدى هؤلاء الطلبة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي أن غطرسة وأوهام القوة لن تحقق السلم والأمن لأي دولة أو للمنطقة بشكل عام، وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعلى خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض. وأدان الوزير في مداخلته خلال الاجتماع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لأكثر من عام وسط صمت دولي غير مقبول واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا ضرورة وقفه بصورة فورية. هذا وبعد عام كامل من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض التي انعقدت في 11 من نوفمبر 2023، تستضيف الرياض مجددا غدا قمة للمتابعة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان والتطورات الراهنة في المنطقة. كما تجري قمة الرياض أو تجري مراجعة وتقييما لمخرجات القمة الماضية، فيما ناقش الاجتماع التحضيري مشروع القرار تمهيدا لعرضه على القادة في قمتهم غدا. للمزيد ينضم إلي من الرياض دكتور محمد صالح الحربي، هو الباحث في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية. دكتور محمد، أهلا بك وكل التحية. يعني إذا كنا نتحدث عن عام بالتمام والكمال منذ القمة الماضية، المراجعة ربما يمكن أن تكون مفيدة كي يعني نسلك مسلكا مختلفا، لكن ما الذي يمكن أن تقدمه قمة الرياض هذه المرة في نظرك؟ مساء الخير، تحية لك ولمشاهديكم في كل مكان. نعرف هي استكمال ومتابعة مثل ما جاء في تقريركم إلى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة والتي تقام غدا. اليوم كان الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية حول جدول الأعمال والمناقشات غدا، الأولوية القصوى لملفي فلسطين ولبنان في هذه القمة، ولكن تأتي في توقيت مهم أنه مضى على حرب غزة أكثر من شهر وسنة وشهرين، ولا زال العدوان الإسرائيلي مستمرا في طغيانه في قتل الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء وطواقم الإسعاف والمستشفيات ومحاولة عزل المنطقة الشمالية على المناطق الوسطى والجنوبية لغزة. فنحن في مرحلة جدا جدا مهمة، الملف القانوني والإنساني سيأخذ طابعا مهما، لأن جرائم الحرب لا يمكن أن تسقط بالتقادم. فإسرائيل خرجت عن إطار المجتمع الدولي، ولولا حليف القومي الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تخوض أي حرب تقليدية مستقبلية دون الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر تام. النقطة الثانية اللي هو عملية تدرع إسرائيل بالدفاع عن النفس، هذه النقطة ستناقش كثيرا كثيرا، لأنه مبرر الدفاع عنها بقتل الأطفال والنساء وضربات جوية استخدام أسلحة محرمة دوليا. نجحنا في الفترة
على مضى سنة بتحفيز وتعزيز 51 دولة من إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إما جزئيا إما كليا. استطعنا في تلك الفترة الاعتراف بدولة فلسطين دولة ذات سيادة مستقلة 143 في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فالملفات جدا جدا متغيرة، وهذا التوقيت خاصة يأتي بعد وضوح الانتخابات الأمريكية المستقبلية نترقب حتى 20 يناير. ولكن أيضا المرصد الإعلامي والقانوني لجرائم الحرب كان فعالا، وهو أحد مقررات القمة نوفمبر السابقة، سيقضون عليه تقارير اللجنة الوزارية المشكلة من 10 دول عربية وإسلامية، وقد جابت دول العالم واتخذت عدة قرارات. الملاحظ أيضا الجديد أنه استخدام العبارات القانونية على الدولتين على حدود 67، والقدس الشرقية هي عاصمة لفلسطين، ولكن استخدموا بين قوسين قرارات لا رجعة فيها. طيب، يعني هذا حديث جيد وحديث عن منجزات بشكل أو بآخر بالشكل الإيجابي، لكن ربما الشعوب العربية والشعوب الإسلامية تنتظر المزيد الحقيقة من اجتماعات مثل هذه، وتنتظر تحريك الأمور على الأرض، تنتظر توقيع عقوبات أو تحرك في يعني بشكل جماعي للضغط على الولايات المتحدة. هل تعتقد أنه يمكن أن ترقى أعمال هذا الاجتماع هذه المرة؟ يعني العالم ضج، الناس يعني امتلأت بما يحدث من جرائم حرب زي ما حضرتك ذكرت على الأقل، وبالتالي لابد أن يكون هناك تحرك فعل. كيف ترى ذلك؟ والله الآن البناء على المشروع الخليجي الأوروبي مع دول عربية، هذا وكان أول اجتماع في بروكسل، والآن بدأوا يجتمعون كل عامين. هذا سيعطي حافز للضغط على المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن نضغط عليها، وهي من أصعدت بنيامين نتنياهو، سموتريش، إتمار بن غفير إلى أعلى الشجرة، وهم الآن يحاولون إنزالهم من هذه الشجرة، وهم انتهازيون يسابقون الوقت، يذهبون إلى حافة الهاوية لأنه ينتظرهم عملية السقوط عاجلا، وأيضا محاكمات تقدير الموقف. فنحن لابد أن نتفاعل مع جميع المتغيرات، وعرفنا أن الإدارة الديمقراطية والإدارة الجمهورية هم يختلفون فقط في الآليات، والإدارة الديمقراطية قدمت لهم أكثر من 50 مليار دولار، حاملتي طائرات، عمليات الثاد ونقل الثاد إلى إسرائيل، الفرقة 101 إلى قبرص، وغير المبالغ المتتالية والمستمرة. فأنا أتوقع حتى الولايات المتحدة الأمريكية إلى متى وهي تنفق مئات الدولارات منذ 1945 وحتى 2024، نهاية 24 سيكتمل الإنفاق، مجموع الإنفاق 500 مليار دولار، وهذه دافع الضرائب الأمريكي يدفع. تغيرت المواقف، وإن لاحظنا في ولاية ميتشيغن أن أنذرت كاميلا هارس بل عاقبتها بالتصويت إلى دونالد ترامب. دونالد ترامب اجتمع مع الجالية المسلمة والعربية في ديترويت ميتشيغن كثيرا، وعدهم خيرا بأنه سيقف الحرب الإسرائيلية، ولكن نحن ننتظر أفعالا وليس أقوالا. نعم، ربما يعني دونالد ترامب يستطيع أن يحقق ما يقول، لأنه يملك على الأقل الرغبة الفاعلة والجرأة بشكل أو بآخر. لكن عودة بالزمن، إذا كنا نتحدث عن الجمهوريين والديمقراطيين، فنعم ربما لم تكن هناك حروب في عهد دونالد ترامب حينما حكم الولايات المتحدة ل4 سنوات، لكنه في نفس الوقت اعترف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، أو فعل القانون يعني الذي كان في الأدراج لسنوات. أيضا هو اعترف بهضبة الجولان كجزء من دولة الاحتلال، وبالتالي
ربما تقف الحرب، لكن ربما يكون هناك تحركات لصالح التوسع الاستيطاني أو توسع الاحتلال بشكل أو بآخر. هل هناك ترتيبات عربية في نظرك، ترتيبات إسلامية، حشد لرأي ودعم رأي عام يستطيع أن يتحدث رأسا مع ترامب، مع الرئيس المقبل؟ لأنه يعني خلاص يعني هذه الإدارة وإن كانت يعني لديها أسابيع في الحكم، كيف ترى أيضا هذا الملف؟ 67 دولة عربية وإسلامية موقفها واحد حول حل الدولتين على حدود 67، والعاصمة الشرقية هي للقدس، هي العاصمة الأبدية لفلسطين. هذه قرارات ذكروها في بياناتهم وبعبارات قانونية لا رجعة فيها. ولكن الضغط ممكن على الولايات المتحدة الأمريكية. أولا حتى تكون في نقطة في عقيدة بن غوريون، إسرائيل لا يمكن أن تتمدد خارجيا، ممكن لها أن تتمدد داخليا عبر الضفة الغربية وحتى نهر الأردن، مستوطناتها المقسمة جغرافيا. لماذا لا يمكن أن تتمدد خارجيا دكتور؟ لماذا في نظرك؟ أولا شوف، يعني الآن إسرائيل في حالة انهيار اقتصادي غير مسبوق وفق البنك المركزي الإسرائيلي. هناك 1,500,000 مواطن إسرائيلي مزدوجي الجنسية هم غادروا. ثالثا أن الحرب هذه بعد 7 أكتوبر أثبتت بأن إسرائيل ليست الدولة التي كانت تتغنى بأنها الدولة التي لا تقهر. هناك اختراق لمنظوماتها الدفاعية، هناك نزوح من المستوطنات، وحتى هناك بعضهم يقول لا يمكن أن تعود. هناك اختلاف أيديولوجي بين الحريدم وبين السفردم وبين الأشكناز، يعني تطورات حصلت في إسرائيل ما تتكبده جراء الاقتصاد، أرقام يعني مرعبة بالنسبة للجبهة الداخلية الإسرائيلية. إضافة أنه الثلاثة اللي هم بتسائيل سموتريش، إتمار بن غفير، بنيامين نتنياهو، والآن جدعون ساعر ضمهم بأربع مقاعد دعمهم في الكنيست، لا يمكن لهذه الحكومة حتى داخل إسرائيل أن تستمر. طيب وفي دقيقة دكتور، هي ما تبقت لدي، يعني إذا أنت تستطيع أن توجه، أو يعني أنت القمة العربية الإسلامية تستطيع أن توجه قرارا، رسالة، أي مكان المسمى، إلى الولايات المتحدة ليس إلى دولة الاحتلال التي لا تسمع، ماذا يتوقع أن يكون فيها غدا؟ لابد أنه إرسال رسائل شديدة اللهجة والضغط عن موقف 57 دولة إسلامية وعربية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وعملية جرائم الحرب، إبادة الأطفال، النساء، المستشفيات، البنية التحتية، الكهرباء، الماء، الوضع الكارثي. فنحن لدينا أولوية قصوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإدخال المساعدات، ومن ثم الحديث عن الدولة الفلسطينية على حدود 67. ولكن الآن قانونيا يعني حتى محكمة الجنايات الدولية ضغط على المجتمع الدولي بتفعيل قرارات جنيف الأربعة والقانون الدولي والإنساني واتفاقية روما 98، المنظمة لمحكمة العدل الدولية، اللعب على ملفات القانونية وبقوة، وإلا منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سينهار. نعم، هذا 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 أو ما شبهه هو ما ننتظره غدا من القادة المجتمعيين في الرياض. يعني أعتقد الشعوب كلها تقف وراء هذا الاجتماع وتنتظر الكثير من القادة، الكثير من المواقف ومن الضغوطات. تفصيلنا سعد. شكرا جزيلا دكتور محمد صالح الحربي، هو الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، وحدثني توا من الرياض التي تنعقد بها بعد ساعات إن شاء الله القمة العربية الإسلامية الطارئة. وفي هذا الإطار فأعتقد أنه الجميع ينتظر التئام القمة بعد ساعات، وينتظر الكثير من النتائج، تحديدا النتائج الفاعلة أو النتائج الضغطة على الإدارة الأمريكية أو على الأمم المتحدة أو عليهما معا. يعني شكرا جزيلا لك. الآن أذهب إلى موجز 11:00 مساء، وقد استعدت والتأمت إلينا آلاء حامد. أهلا يا آلاء. أهلا محمد وشكرا لك.